إذا السلام عليكم إخواني ورحمة الله تعالى وبركاته. مازال إخواني أتنتواجدوا في الدوار اللي اهتزلوا الرأي العام. بنتنا نعيمة دائما إخواني في آخر مستجدات البنت ديالنا نعيمة. لا إله إلا الله، هي غادية الأم ديال أختنا نعيمة، غادية معنا دعواتكم باش أننا نشوفوا البلاصة في اللقاو الجثة ديال الملاك نعيمة. دعواتكم إخواني بالرحمة والمغفرة للشهيدة، دعواتكم إخواني الأم المكلومة وهي في الطريق كتناشدكم، كتناشد كل المغاربة أننا نديروا يد في يد نترحموا على هذا الملاك رحم الله الروح ديال نعيمة البريئة اللي التحقت إخواني بالرفيق الأعلى الأب المكلوم. الأب أجيب الأب هنا مسكين حدا يا أخويا بدي يبغي يبان الناس. هذا هو الأب ديال الأب كلكم خوتي، ونحن في الطريق. هذه الطريق من هنا تتشوف حتى التضاريس فين عايشين مساكن هاد الناس إخواني. نعيمة بنت كل مغربي ومغربية، نعيمة بنت كل مغربي. إذن إخواني طريق شوية واعرة، وإحنا غاديين للبلاصة فين طلقت الجثة ديال الأخت. فين طلعنا؟ دعواتكم إخواني، خلي التليفون بلا تعفك. دعواتكم إخواني بالرحمة والمغفرة، ونحن في الطريق البلاصة اللي طلقت فيها أختنا بنتنا نعيمة. تغمدها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. من هذا الطريق مرت جثة ديال نعيمة، من هنا دازت نعيمة مسكينة وهي على قيد الحياة. فدعواتكم إخواني بالرحمة والمغفرة، دعواتكم يا إخواني، دعواتكم يا إخواني، ونعتبروها بنتنا، نعتبروها أختنا نعيمة اللي تنتمنوا يتوفقوا رجال الدرك الملكي في العطور على هذا الوحش الأدمي اللي حاول يفجع هاد العائلة، هاد العائلة المكلومة إخواني. فها هي أم نعيمة تناشدكم من المغرب العميق، كطلب منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لنعيمة بنت المغرب العميق. من فين أخويا ندوس؟ فين غير فين أخويا؟ فهاد الجبل خويا هنايا فاش طلقت الجثة، نحن على مقربة في البلاصة فين تفجع ونهار الأب ديالها بالدموع. أم نعيمة تناشدكم، دعيوا مع نعيمة بالرحمة والمغفرة. وداعا يا نعيمة. فين غير فين؟ نيشان الفوق في القوى. دعواتكم إخواني بالرحمة والمغفرة، بنتنا نعيمة بنت كل مغربي، بنت كل مغربية. وداعا يا نعيمة هنا 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 بدون حنان إخواني، هنا بدون رحمة بدون شفقة، بدون شفقة إخواني. هنا يا الروح ديال نعيمة في هذه المنطقة تم اكتشاف الجثة ديال الأخت ديالنا نعيمة. رحمك الله يا نعيمة، وجعلك ملاك من ملائكة ديال الجنة يا نعيمة. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في القوام مسكينة هي الفوق، وندوز هنا في القوايا الفوق في الراس لهي. نحاولوا إخواني جاهدين أننا باش نوصلوا لا إله إلا الله. إخواني كل نفس ذائقة الموت، أم نعيمة تناشدكم. سيولسن سيولسن أدعو نعيمة سيولسن دعوات نعيمة. الله يخليكم، ربي يحفظكم ويجعل الناس الرحمة.
والمغفرة. لا إله إلا الله. أشكو كل كذا اللي كاش كله قرد أسيس نتقلب كل دي عمرت اللي جديد زحا راسنا في بوس نغزوال عيسو ما تقلب على نعيمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن إخواني في هذه المنطقة بالضبط في هذا الجبل بالضبط إخواني تم العثور على نعيمة. فها هي إخواني الأم المكلومة، فها هي كتوجه نداء إلى كل مغاربة باش نترحموا بصبر الرحمة والمغفرة لبنتنا بنت الشعب المغربي بنت المغرب العميق. يلا يلا بنت المغرب العميق. من هنا إخواني ربما مرت نعيمة وهي على قيد الحياة، ربما من هنا راودها هذاك الذئب البشري، لأن لا يعقل إخواني أن نعيمة كتعيش إعاقة كما تيقولوا إعاقة ما يمكنش أنها باش توصل حتى لهذ المنطقة. أخي المتتبع لا يعقل أن بنت اللي ما كتقدرش تمشي حتى 100 متر أنها توصل لهذ المنطقة، وكنشوفوا إخواني البعد ديال المنطقة. فلا إله إلا الله وكل نفس ذائقة الموت، هذه هي الحقيقة. دعواتكم بالرحمة والمغفرة. أخ ديالي وانت غادي شنو الإحساس ديالك وهضر معاه شوفوا عم نعيمة شنو غادي يقول لنا. وأنا دابا أنا جاي لهنا وكالات يعني وما بالوك يعني البنت صغيرة 5 سنين وعندها إعاقة، مستحيل مستحيل ألف مستحيل باش تجي لهنا زعما على رجليها ولا مستحيل مستحيل. يعني هذا ما يؤكد أن البنت مختطفة ومقتولة من طرف وحش. خويا شد الميكس صلى الله السلام والعافيه. يعني بحكم اني انا حتى انا اول مره يلا جيت من السفر سير اخويا الوريس جيت البارح من السفر حتى انا اول مره كنجي للعين المكان شويه على المكان ديال الضحيه. صراحه تفاجات بزاف يعني ها يعني خص رجال السلطه ويبنيو على هذا الاساس ان نعيمه ما يمكنش توصل هنايا على رجليها، وبالتالي خص تضافر الجهود باش ان يلقاو هذا المجرم هذا الجاني هذا، لان 100% مقتوله مغتصبه. اذا كما قال العم ديالها مقتوله مغتصبه. فتنشوفوا حتى الاب ديالها حول الكاميرا، الاب ديالها اللي كتشوف مسكين وهو غادي مسكين بالزربه وكانه كيتلبى باش يلقى بنته نعيمه على قيد الحياه. ففي هذه المنطقه اخواني